تفضل يا محمد. مرحبا، كيفكم جميعا؟ شو اخباركم؟ طيب، معكم محمد ابو هزيم. احنا اليوم في مناقشه جلسه نادي كتاب اوت اند اباوت. الجلسه بعنوان هي مناقشه لقصتين، ايفلين والحي العربي. هم قصتين من مجموعه قصصيه اسمها ذا دوبلينر، سكان دبلن، لكاتب واديب ايرلندي اسمه جيمس جويس. هلا بدي احكي عن المناسبه اللي اخترنا احنا اليوم نناقش القصتين. هو المناسبة لا تتعلق بالقصتين بقدر ما تتعلق بالكاتب نفسه. الكاتب نفسه هيك تمام؟ طيب، الكاتب نفسه هو كتب رواية اسمها يوليسيوس. هلا يوليسيوس صنفت أهم رواية في القرن العشرين، وبالمناسبة كانت ممنوعة أول ما طلعت. فيوليسيوس هي قصة ليوبولد بلوم وجولته في الأحياء. يعني هي يعني عمل ضخم جدا جدا، يعني وعمل صعب جدا وعمل متقدم جدا، وعمل أضاف كلمات جديدة للغة الإنجليزية أصلا. يعني العمل كان 265 ألف كلمة، وفي في يقدر 10,000 كلمة جديدة في اللغة الإنجليزية هو أضافها من خلال العمل. بسبب عظمة هذا العمل وعظمة الكاتب، القصة تدور في تاريخ 4 حزيران، وأربعة حزيران تم اختياره في إيرلندا يكون العيد الوطني في إيرلندا، اللي هو بلومز داي، اللي هو يوم ليوبولد بلوم كانت رواية يوليسيوس موجودة. إحنا اليوم 5 حزيران. طبعاً المفارقة إنه هو الكاتب جيمس جويس اختار 4 حزيران، وأربعة حزيران هو اليوم الذي التقى فيه حبيبته اللي لاحقاً تزوجها اللي هي نورا. فيعني هو ذكي بما يكفي إنه يخلي إيرلندا اليوم تحتفل يومياً باليوم اللي التقى فيه بحبيبته. ولذلك احنا يعني اخترنا انه هذا اليوم مناسب جدا انه يكون نناقش فيه شيء لهذا الكاتب العظيم. هذا الكاتب من وجهة نظري الشخصية انه هو اهم اديب في التاريخ. يعني اعماله لم تكن كثيرة، ولكن اعماله كانت مختلفة مميزة بليغة جدا وجميلة جدا بنفس الوقت. يعني هو ابدع بطريقة ما في، اعماله كانت منقوش نقش، يعني مش كان يعني فعليا كان بينحت العمل نحت. حتى القصص القصيره البسيطه جدا هي من نوع السهل الممتنع اللي مش ممكن حدا غيره يكتبه، مش ممكن حدا غيره يكرره. وبالذات واحده من القصتين اليوم اللي هي قصتي المفضله له، اللي هي ايفلين. فطبعا جيمس جويس ولد سنه 1882 في ايرلندا، مات سنه 1941 في سويسرا. مش انه كان عايش في سويسرا، لكن راح على سويسرا عشان يتعالج ومات هناك. تاريخ وفاته كان 13 كانون الثاني 1941، وهو نفس يوم عيد ميلادي، فعشان هيك انا بحبه كثير. هلا اذا ما بعرف القصتين هم ايفلين والحي العربي، في حدا اول شيء مين قرأ القصتين؟ انا قرأت القصتين وكملت بقصتين تانيات من نفس المجموعه. ما شاء الله. طيب أول شيء نحكي عن قصة إيفلين، إيش رأيك فيها يا قصتين؟ وأسير قرأت القصتين تمام، أو أنا قرأت القصتين وليلى كمان تمام. يعني حلو إحنا نختار شغلة خفيفة الكل قرأها هي. تمام. معلش مين حدا رافع إيده أو شيء؟ طيب لو بلشنا بقصة إيفلين، أول شغلة شو رأيكم في القصة بحد ذاتها فنياً، يعني من ناحية فنية ومن ناحية أدبية؟ طيب إيفلين هي قصة الفتاة التي تحلم بالهرب مع البحار فرانك، وعايشة ظروف صعبة، ومع ذلك لم تتمكن من الهرب. يعني ظل هناك شيء ما يجذبها نحو حياتها غير السعيدة في دبلن. القصة فيها رمزية الوطن، يعني هي رمزية الوطن القاسي جدا، ورغم قسوته أنت في رابط بينك وبينه مستمر. يعني أنت في عندك هذا الرابط اللي أنت مش عارف تتجاوزه، أنت مش عارف تطلع منه. أنت يعني بتحبه وتكره حبك له أحيانا إذا كان ظروف حياتك صعبة فيه. أنت يعني تجنح إلى الأمان حتى لو كان أمان زائف فيه، أكثر من المجهول حتى لو كان هذا المجهول مغري. يعني فأنا هيك بشوف إيفلين. يعني طبعا بطريقة التصوير الجميل جدا، كفتاة بسيطة، كفتاة عندها حلم منها تعيش فقط حياة طبيعية. يعني حق الطبيعي للإنسان يعيش في بيت، يعيش مع
مع أشخاص بيحبهم يعيش بسيرورة حياة طبيعية، ومع ذلك هذا الإشي ما كان متوفر. عثمان تفضل، بارك الله في عيدك. مساء الخير، مساء الخير. يسعد مساك. إيفيلين، بالنسبة لي بالمقارنة مع قصة الحي العربي، قصة الحي العربي بتحكي عن طفل بزمن المراهقة، إيفيلين عمرها 19 سنة. القصتين التانيات اللي قرأتهم هيك بعجالة قصص أشخاص في أعمار أكبر، فصار عندي انطباع، ما بعرف إذا هو انطباع صحيح ولا لا، إنه أهالي دبلن تحكي عن أهالي دبلن بأعمار مختلفة أو شرائح مختلفة من أهالي هي دبلن. بتحكي عن دبلن بعيون هدول الأشخاص. إيفيلين كطبيعية عمرها 19 سنة واقفة ببداية القصة وبنهايتها، كانت واقفة على مفترق طرق، لازم تقرر هل تغادر أو تبقى. يمكن قصة إيفيلين تشبه مثل ما ذكرت حضرتك أنه قصة إيرلندا، إيرلندا بالزمن اللي انكتبت فيه القصص هاي كمان كانت واقفة على مفترق طرق، هل هي تبقى مع بريطانيا مع المملكة المتحدة أو تستقل، هل هي تروح للمجهول اللي هي ما تعرف شو هو، أو أنه تبقى بالوضع اللي هي ما هي حاببته، لأنه أبوها كان يأخذ كل الفلوس تبعها، أبوها كان يميز ضدها، كان يحب أخواتها الصبيان أكثر منها، أمها متوفية، كانت حياة تعيسة. ولكن في مقطع من مقاطع القصة لما تكون واقفة على رصيف الميناء تتذكر حياتها وتقول إنه لا، حياتي ما كانت تعيسة لهذاك الحد، وتفكر إنه هي حتهرب مع فرانك. طب هي شو بتعرف عن فرانك؟ مجرد إنه حكى لها شوية قصص عن البحار وقصص من بلدان غريبة، مجرد إنه حكى معها، ولكن هي عمليا ما بتعرف شو بدها. القصة فيها تصوير جميل جدا لحياة الحيرة، الخوف من اتخاذ قرار لفتاة عمرها 19 سنة على مفترق طرق وخايفة من اتخاذ القرار. تمام، هي صح، هي كمان في فكره مفترق الطرق، وفكره انه فعليا انك انت تختار شيء انت ما بتعرف عنه كفايه برضه مشكله، يعني انك تختار شيء انت مش عارف وشو رايح لبعدين، والتمسك بالواقع على على عيوب الواقع، على وهن الواقع. هي كان بامكانها تهرب، يعني هي خلاص انحطت في وضع كان بامكانها تهرب، فرانك عن طيب خاطر بحبها وبده اياها، بده يروح وياها، ومش بس هيك خطط لكل حياتهم بعد هيك، ومع ذلك هذا الرابط مع الحياه البائسه اللي كانت عايشتها. واللي برضه هو اشار لشغله في القصه اللي هي حياه امها قبل ما تموت، اللي هي كانت حياه بائسه جدا، يعني هي راح تكبر تصير زي امها، نفس المصير، نفس المسار والمصير بالضبط. هي رايحه على حياه عصيبه صعبه لا يوجد فيها اي شيء من السعاده، راح تتزوج واحد بيشبه ابوها من محيطها نفسه، اللي هو شخص هي ما كانت سعيدة وهي بنته، فأولادها ما راح يكون سعيدين مع أبوهم في المستقبل لو ظلت نفس الحياة. برضو الإشارات أكثر من مرة كانت حتى في العمل شو اسمه للغبار، يعني وين ما تروح في غبار، وين ما تروح في، يعني وين ما تروح في كتمة، وين ما تروح في حال القدم، رغم كونها نوعا ما صغيرة في السن، ففي يعني هي هارمت قبل أوانها في هذا المكان. هي كانت تطلع لما كان في الخارج، شو في بالخارج؟ الخارج فيه عازف فقط، يعني أفضل شيء ممكن تتخيله في الخارج هو عازف بائس بيعزف موسيقى مش حلوة وبياخذ عليها أجر زهيد عشان يعيش. هذا هو أجمل شيء موجود في الخارج. ظرف عملها حتى هي في عملها ما كانت سعيدة، يعني كانت المديرة تبعت عملها بتلسن وبتزعجها باستمرار، يعني ما في إشي بحياتها حلو بالمرة، ما في إشي بحياتها حلو. هذا الوطن بكل سواده بنظرها، هذا الوطن بكل بشاعته. ايضا حضرتك اشرت لمفترق طرق موضوع ايرلندا واستقلالها عن بريطانيا، ولا اصلا في كمان بعد ثاني لموضوع ايرلندا، يعني واحده من اكثر الاصول انتشارا مثلا في العالم الجديد اليوم هي بامريكا، يعني هي الايرش، يعني الايرلنديين اللي هاجروا على امريكا عددهم كبير جدا، كان في ميل هائل للهجره من ايرلندا لامريكا. وبالمناسبه في فيلم بتوقع جميل جدا، يعني اللي بيحب هي قصه راح يحب هيك فيلم، اللي هو بروكلين عمل سنه 2015 اي ثينك 2015، والعمل كان يعني انا بالنسبه لي كان
في هذاك السنة كان من أجمل الأفلام اللي شفتها. فيلم بسيط جميل جدا، لكن هو عن حدا هاجر من إيرلندا لأمريكا، يعني عن وحدة هاجرت من إيرلندا لأمريكا وما حبت الحياة في أمريكا، لكن ظلت تطلع لورا ورجعت على إيرلندا واكتشفت الحياة كانت إنه 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 رغم البشاعة والفقر أيضا هناك في كمان حالة من النفاق والكذب باستمرار. إيفيلين في لحظة معينة بحسب ما قرأت من ناقد بيوصف حالتها لما كانت في المينا بدها تسافر، إنه كانت يداها وليست هي من رفض الذهاب مع فرانك، إيدها نفسها هي اللي مسكت في الـ في الـ في, الـ في الحاجز اللي كان اللي بمنعها من السفر، مش هي اللي ما بدها، إيدها اللي ما بدها، إيدها اللي هي يعني كينونتها بمعنى آخر، حالة الامتلاك والإيد رمزية للامتلاك، رمزية للقبض، رمزية للإمساك، رمزية القبض والإمساك هي لا تتمسك بالمستقبل الجميل، هي متمسكة بالماضي على علاته أو حتى في تلك اللحظة بالحاضر على علاته، الإيد مش هي، تمييز ما بين يد الإنسان وعقل الإنسان هنا. عشان هيك يعني واحدة من الشغلات اللي يعني وصف إحنا منتشر عندنا باللغة العربية اللي هو موضوع التمسك، هي فكرة إنك أنت لما تكون تريد أن تبقى في وضع معين أو تريد أن تبقى على مقربة من شيء معين أنت تشير له بحالة التمسك، أن اليدين يمثلان ذلك، فهي إيديها نفسها هم اللي مسكوا في الحاجز مش هي، فهي تمسكت بشيء. بمعنى آخر أنه هي كانت قد يعني قد تخلع شيئا ما من حياتها. فما بعرف شو رأيكم سمر؟ مرحبا. هلا برضو بعتقد انه كونها انه هي بنت بهذاك الوضع كان هذيك الفتره كان يعني المجتمع قريبا تقريبا محافظ، لانه كان في بدايه القصه هم بيقول اذا هربت ممكن نقول هربت مع عشيقها، ومن يعني في اشياء في معايير اخرى تختلف، يعني لو كانت الوضع هو شاب هلا هذاك هو كان عايش بنفس البلد وعم بسافر، هلا هون قرار بالنسبة له سهل، بس بالنسبة كونها إنها فتاة فهذا شوي صعب، يعني في معايير أخرى الواحد بده ياخدها بعين الاعتبار في لأنه بهذاك الوقت إنه برضه في شغلة إنها يعني برضه العاطفة العائلية إنها هي تربطها، إن هي مسؤولة عن عائلة، إنه هي اللي بترعى والدها وأخوها أو أخوتها، يعني هي مسؤولة عن البيت، ففي أشياء تانية في معايير أخرى، مش إنه يعني مع إنه هذا الحاضر هو متعب بالنسبة إلها، بس في هذا بيوحي نوع من المسؤولية، وبرضه إنه كونها فتاة بيختلف عن كونها عن كون هذا القرار إنه الواحد بيقدر يطلع إنه هو شاب بيختلف. فهي مية هاي... صح. نعم. 100% بتفق معك. هذا بيختلف لو إنه بسرعة أخذت قرار وقع. وما حدا بيلومها، فهذا اللي خلاها برضو إنها تبقى يعني. وأنا بتسأل مثلاً يعني هو نعم أتفضل بتسأل مثلاً الواحد لما بيكون في وضع مش عاجبه، فهو يعني هو أسهل طريقة إنه الواحد يطلع مش هيك، فليش ما يحاول يعني الإنسان يصلح. هلا هي بالنسبة لها هي صعب كونها فتاة وأظن غير متعلمة وما كانتش تشتغل يعني بهذيك الفترة، فالأصل يعني هو الرحيل أو الهروب، يعني هو طريق شوي بعتبره أنا شوي مرات بكون سهل شوي، أو ما بده يعني ما عنده القوة الكافية إن الواحد إنه يقدر يضل بهذا الوضع، وما عنده القوة إنه هو يغير. هي وضعها صعب، بس أنا بقى يعني متأكد إنه لو إنها كانت شاب إنه القرار بالنسبة إلها بيكون بالنسبة له أو لها إنه سهل يترك ويغير واقعه. يعني على قول فيروز لا إدراني فل ولا إدراني إبقى. هي هون النقطة برضو حضرتك تفضلتي فيها سمر، هون اللي هي برضو إنه حالة الظلم والقهر والفقر هي حالة ذكورية برضو، يعني واحدة من انعكاسات الثقافة الذكورية في المنحة الاجتماعي أيضا هي تكريس حالة الظلم، يعني الظلم ضعف على المرأة دائما في أي مجتمع مستبد، مجتمع قاسي، مجتمع كذا، هو مجتمع أول شغلة بيستمد أدوات أو عمش أدوات المفاهيم التي يرتكز لها في شرعنة وجوده وحضوره هي مفاهيم ذكورية، مفاهيم مرتبطة بالذكر، مرتبطة بالقوة، مرتبطة بالبطش، مرتبطة بالإجبار، مرتبطة بالقهر، الكل هاي المفاهيم
جذرها في حالة السطوة الذكورية. هاي السطوة الذكورية بالنتيجة تنعكس على المرأة أكثر، صحيح، ولذلك كان القرار راح يكون أسهل كثير لو كانت رجل، لكن حتى الرجل كان برضو قرار عليه مش سهل، لكن يعني هو لأنه الظلم يعني يعم، لكن الظلم مضاعف على عليها كونها امرأة. يعني واحدة من قصص مؤنس الرزاز، رواية حلوة كثير له اسمها سلطان النوم وزقاء اليمامة، طبعا هي كلها خيال، يعني رواية فانتازيا كلاسيك يعني. فواحد بتخيل سيقع علي الظلم لأني كذا وكذا، وبتخيل حال لو كان امرأة، فبحكي سيظلمونني لأنني عربي وأسمر وامرأة بنفس الوقت، هو رجل يعني. يعني هو ربط الموضوع أنه سيتحول من كونه مظلوم، فهو سيوضع في نفس الخندق الذي توضع فيه الامرأة اللي هي مظلومة بطبيعتها، مظلومة جندريا يعني. فأنا بتفق معك 100% بالتفضلي فيه. أوكي أسيل تفضلي. مرحبا. أول إشي اللي بدي أعلق على، أنا بصراحة أنا قرأت القصتين. هلأ إفلين لقيتها أحلى لأنه في إلها يعني، أو وصلتني أكتر ممكن من الثانية، بس إجمالا الترجمة سيئة وما بعرف يعني، ممكن كانت الترجمة بطريقة أفضل أو هو لغته صعبة جدا، ما بعرف يعني، ما عندي فكرة. هلأ نيجي على محتوى القصة، قصة إفلين هلأ إحنا عم نقشها. هلأ هي البنت حست، لحظة شوي، آسفة للانقطاع. البنت يعني هي كانت حابة إنها تروح، أنا حسيتها حابة، عندها الرغبة إنها تروح مع البحار وكذا، بس أنا حسيت اللي رضعها زي كأنه نداء أمها، مش تخيلت نداء والدتها، فحست إنه كأنه والدتها اللي هي كأنه ردعتها، يعني شعورها بالمسؤولية. فالسؤال اللي أنا اللي تبادر لذهني يعني، هل مين الأقوى أحياناً، نداء المسؤولية ولا نداء الحب والعاطفة؟ يعني مرات الواحد بيوقع بمنحنيات حياته. يعني أنا حسيتها إنه البنت وقعت بين خيارين، خيار إنه تنصاع لرغبتها العاطفية إنها تروح مع البحار، برضو مصير مجهول هو. أوكي تخيلت تروح بيونس آيرس I think بالأرجنتين، هاي صح؟ أو إنها تبقى، حست كأنه والدتها أو بطريقة ما إنه عندها واجب إنه يحتم عليها البقاء. فيا ترى احنا بهيك مواقف يعني شو بنختار؟ بنختار المسؤوليه اللي احنا حطينا فيها، او بنختار انه ننصاع لرغباتنا او عواطفنا؟ فبصراحه يعني هون انا حسيت السؤال هون بيوقع. وبرضه بنختار الوطن ولا بنختار الحب كمان؟ طيب بنختار الكومفورت زون حتى لو احنا عارفين انه فيها مشاكل او نوع من التعاسه، ولا بنختار الحب بس اللي معه مجهول؟ فالخيار مش سهل. وبنت كونها 19 سنة غالبا حتنساق وراء عواطفها، بس في نحس في إشي هيك مسكها بالآخر وردعها وخلاها تتردد، فهي هاي معضلة يعني. 100% لا أنا يعني أوكي، هو السؤال مهم جدا، اللي هو سؤال اللي هو نداء المسؤولية فعليا، هل هي بقيت بحس المسؤولية ولا يعني، ما هو بالآخر في حالة من المسؤولية هون، هي كان حالة اختطاف إلها يعني هي مخطوفة باسم المسؤولية، مخطوفة بسبب حالة ظلم عامة هي تعاني منها، هي مسؤولة عن أهلها، مسؤولة عن أبوها، مسؤولة عن كذا، وبالتالي هي غير قادرة على التخلي عن هذه المسؤولية، لكن هي حملت هاي المسؤولية بفعل واقع عام ظالم، واقع عام مش يعني مش لا يرتقي لطموحاتها ولا لطموحات غيرها، واقع عام مش هي بحاجة أكثر من هيك يعني، في العمر هذا بحاجة أكثر من هيك يعني، هي هرمت قبل أن قبل أوانها، وبتنظر لأمها هي فعليا هي تجسيد لحالة أمها، هي حالة شباب أمها يعني كانت تشير لها. النقطة الثانية هي موضوع الوطن والحب، هون برضو هذا السؤال يعني من الأسئلة التي دائما مثيرة للجدل، هل أنت بتختار الوطن أو بتختار الحب؟ أنا من وجهة نظري الحب حالة أكثر حقيقية يعني، الحب بالآخر هي حالة خيارية، ما حد اختار وطنه، لكن الإنسان بيختار من بيحب، أو على الأقل يعني بيختار يستمر مع مين بيحب يعني. فبالتالي فكرة أنك أنت الخيار الأكثر صدقا، الخيار الأكثر قربا من الشخص، لذاتية الشخص، لإنسانية الشخص نفسه، لا هو خيار الحب يعني. وهون برضو أنا في سؤال ثاني خطر لي يعني، هل هو فرانك حقيقي ولا هي كانت تحلم؟ مش وارد إنه كانت تحلم برضو، ما فيش لا فرانك ولا إشي، بس هو تجسيد لما تتمنى.
خصوصا انه هي باخر اخر القصه حست وكانها ما بتعرف ولا عمرها حست ايش اتجاهه يعني راحت وبس. فما بعرف شو رايكم. عثمان كنت رافع ايدك صح؟ مرحبا مره ثانيه. صحيح كنت حاب على اعلق على اكثر من نقطه. اول شيء شكرا لك ذكرت فكره الغبار انه البيت تبعها كان دائما مليء بالغبار وكان تعجب مين عم يجي هذا الغبار، شيء بيوحي بالكآبه. جويس من خلال هيك تلميحات صغيره عمل تكثيف للجو، مثلا بيذكر طفل كيو الاعرج، ففورا تصدمك فكره انه طفل اعرج، انه ليش طفل اعرج؟ بيحكي كمان على الموتى، انه امها ماتت، اخوها مات، تيزي دان ماتت، فلاحظ انه الموت موجود كثير كثير بهداك الزمن. على الهجرة اللي هو وسؤال حضرتك الأخير كمان، هي البنت نفسها حاول تهاجر، القسيس اللي كان موجود صورته بالبيت اللي هو صديق الأب هو بميلبورن هي بأستراليا حسب ما أعرف إذا كان صحيح، توقع أنه بأستراليا يعني كانت الهجرة شيء أساسي، المرض والإعاقة والموت شيء موجود كثير كثير. هلا فكرة أن الوطن ولا الهجرة، أنا بحكي من منظور واقعي، الهجرة هي حل هام جدا لأي مشاكل موجودة بالوطن. مثلا ببلد مثل لبنان لولا المهاجرين كان هذا البلد بحياته ما بيعيش، لبنان بيعيش على تحويلات المهاجرين. ببلد مثل سوريا لولا أنه الناس قدرت تطلع من البلد وتهاجر، 8 مليون اللي قدروا ينزحوا، كانت المشاكل الموجودة بالبلد أكثر بكثير. وهذا الوضع نفسه بإيرلندا. إيرلندا وسكوتلندا هذول الدولتين أو ممكن نسميهم قبيلتين اللي كانوا الإنجليز مسيطرين عليهم، كان دائما سيطرة مركزية للإنجليز، وكان في سكوتلندا وإيرلندا دائما يعملوا ثورات ضد الإنجليز، دائما كانوا يفشلوا، الإنجليز كانوا أغنى وأقوى، فكانوا يهاجروا. الإيرلنديين هاجروا مثل ما ذكرت كمان حضرتك إنه هن يعني بشكل نسبة كتير كبيرة من المهاجرين لأمريكا، ودائما كان في مشكلة دينية طائفية بين الإيرلنديين اللي معظمهم كاثوليك وبين البريطانيين اللي هن يعتبروا نوعا ما بروتستانت. ولكن الهجرة هي دائما باب لحل المشاكل. قرأت مرة من المرات بكتاب المؤمن الصادق لإريك هوفر أنه لو كان في إمكانية للألمان أنهم يهاجروا بالثلاثينات كان ما قامت الحرب العالمية الثانية. الألمان صار عليهم حصار اقتصادي، صار عندهم مشاكل اقتصادية كتير كبيرة وضغط اقتصادي كتير كبير، بنفس الوقت ما كان في عندهم أي فرصة لأنهم يهاجروا، وهذا اللي ساعد بصعود النازية ولاحقا بالحرب العالمية الثانية. ففكرة الهجرة ببلد مثل إيرلندا فيه غبار، فيه مرض، فيه موت، كانت هي فكرة أساسية. بس أنا بعتبر أن القصة عظيمة لسبب ثاني، أنه مين مننا من لما كان مراهق عمره 16 أو 17 أو 18 سنة ما فكر أنه يحمل حاله ويسافر، بيغير، يهرب من الواقع اللي هو فيه، سواء يهرب مع حدا تاني أو يهرب بكل بساطة من الوضع اللي هو فيه. إيفلين تتذكر أنه وضعها ما كان سيء. هون أنا إذا ممكن أقرأ هيك جزء صغير من القصة، أنه بتحكي أنه وضعها لا ما كان سيء أبداً، يعني بتتذكر أنه أبوها في لحظة من اللحظات كان يعني عطوف عليها، لاحظت مؤخرة أن والدها صار يبدو عليه الكبر وصار يفتقدها، أحياناً يمكنه أن يكون طيباً. منذ فترة ليست ببعيدة وحين مرضت ذات يوم راح يقرأ لها قصة عن الأشباح وصنع لها خبزاً محمصاً على النار، وفي يوم آخر وكانت الأم لا تزال حية ذهبوا جميعاً في نزهة إلى هضبة هوس
تذكرت كيف وضع والدها على رأسه قبعة أمها لكي يضحك الأطفال. فوضعها بالبيت ما كان سيء، لكن هو من ناحية حب المراهقين لأنهم يتحرروا وينتقلوا ويهاجروا، ومن ناحية ثانية حب إيفيلين أو ربطها بالتحرر من هذا البلد المليان موت وإعاقة. تمام، هذا عنده وجهة نظر ثانية؟ سلمى شو رأيك؟ سمر تفضلي. هلأ هو الدافع الأساسي إنها كانت بدها تهرب معه، هو حسب ما ذكر بالقصة إنه هي بالآخر إنه هي بدها عشان إنه سوف يهبها الحياة وربما الحب أيضا، يعني هي بدها يعني اللي فهمناه إنه كأنه هي مش الأساس، إنه هي بدها تعيش حياة مستقرة، إنه كالأساس إنها تكون زوج وإلها بيت ومن هذا الحكي، وإنه بدها تغير حياتها. اللي هو طبعا انه لما صارت بدها تسافر قررت الرحيل، تذكرت انه حست حالها انه زي ما حكى قبل شوي استاذ عثمان انه حياتها مش مقيته يعني، فهو انه هي شايفت انه بده يهبها الحياه، فيمكن هذا مش الحب الدافع الاساسي اللي كان مخليها انها تهرب معه. وبرضه طبعا هاي الاشياء انه يكونها ست ومن هذا الكلام يعني بالإضافة اللي أنا حكيته قبل، فهي برضو هاي إن هو ذكرها إنه هو راح يبقى الحياة، فهذا يمكن برضو خلاها متمسكة بقرار الرحيل، وبرضو تذكرت الأشياء الكويسة، فهذا برضو يعني هاي ذكرها إنه مع إنها هي أشياء بسيطة كتير بالمقارنة مع هي الوضع المأساوي اللي عايشة فيه، لكن هي ذكرتها بحنية وقالت إنه هذا الحياة الثانية اللي راح أروحها برضو مجهولة، فهي يعني انه بس اللي هي متاكده انه راح يعطيها حياه مستقله وحياه كويسه، بس ما كانت متاكده انه هو راح يضل يحبها يعني. طيب سمر، في شغله بس حابة اسالك اياها لو سمحتي. تفضل. هل كل مجهول برايك، هل كل مجهول سيء؟ يعني هل المجهول بضروره شغله سيئه؟ لا طبعا لا، هلا حسب كل واحد و كبرته وطريقة تعامله مع كل واحد، هو شخصيته يعني، هلا في بيقدر واحد يتعامل مع المجهول او الاشياء الغريبه يقدر يواجهها ويتصرف معها، اذا كان يعني مسلح بالتعليم وبالثقه بالنفس وبرضه يعني بيقدر هلا، بس لكن هاي بحالتها صعب بهاي الشخصيه اللي هي فيها وطبع وظرفها كسكنها سيد، هلا ما بيعني هذا انه المجهول، طبعا كل حاله لها خصوصيه، لا ممكن واحد يترك مكان عمله ما فيش بديل لو بده يروح يشوف هذا مثلا انه مش مبسوط بشغله او هيك باي شيء بروح للمجهول، لكن هو عارف حاله شو بده يسوي، بيترك مكان معين معتاد على ناس معينين متضايق من الشغله بياخذ قرار بالابتعاد او مثلا ممكن بالهجره يعمل يبدا من اول وجديد، ومش عارف شو اللي بده يستناه او تستناه، لكن فقط بهاي حالتها ما بعرف انه هو بهاي الظروف ما كان ممكن تاخذ قرار غير هيك قرار. هلا هون بدي يعني كمان يعني زي ما بيحكي المثل الدارج، اكثر من يدير ربك ما مسخ، يعني بالاخر اذا هي حالتها لهالدرجه سيئه مهما كان يعني، وهي شايفه المستقبل، هي مستشرفه شايفه امها كيف ماتت يعني، وماتت غير سعيده وما عاشت ولا يوم حلو بحياتها، فبالتالي وهي ماشيه على نفس خطى امها بالضبط، فبالمنطق ليش تخاف من المجهول يعني، شو بده يكون أسوأ من هيك يعني، شو بده يصير اكثر من اللي صار لامها يعني، يعني أنا ما بعرف، انا بفكر بصوت عالي بس مش انه هو بالضبط، مرات الواحد بيقول انه لو طلعت احسن ومرات بقول الواحد ضل يعني ما بتعرف ايش ما هي الفكره هون، ما هي الفكره هون هل فرانك كان حقيقه ولا حلم؟ ما بعتقد إنه كان حلم، لا حقيقة، لأنه كل هذا الصراع يعني لو إنه حلم ما بصير عندها هذه الصراعات بين نفسها، إنه تتذكر الأشياء الكويسة بأهلها ولما بدها تروح على السفينة وهذا بتتذكر وبعدين ترجع، ما بتصير هاي الصراعات هاي النفسية اللي بداخلها يعني، هي مرة بدها تروح ومرة بدها تضل وبتتذكر يعني تذكر الأشياء الكويسة ومرات تتذكر الأشياء السيئة،
فما بتخيل واحدة ما بيحلم بإشي كويس ما بتذكر الأشياء، ما بتذكرش المخاطر، ما بذكر المخاطر، ما بشوفهاش اللي بيحلم. فبرأيي حقيقة ما بعرف. طيب يا جماعة شو رأيكم؟ سمحت لي أخي محمد جاوب على السؤال. أنا برأيي هو كان حقيقة، حتى لو كان ما هو حقيقة كان هي حتخترعه، حتحاول تلاقي أو حتحاول أنه تلاقي حدا. يعني قصدك لو ما كان حقيقة فهو خيار برضو. هي بحاجة لوجود فرانك حتى يكون عندها خيار. هلق لو إيفلين ما كان عندها خيار، هي عندها خيارين، أما البقاء والانتماء للعائلة اللي نوعا ما تعيسة أو التميز. وهذا هو الصراع، وهذا هو السؤال المحوري بحياة المراهقين. المراهق أول ما بيكبر في عنده واحد من خيارين، إما بده ينتمي لمجموعة وبهي المجموعة بحس فيها ومعاها بالأمان وما بحس أنه هو بحاجة لأنه يبذل جهد كتير كبير، بحس بالأمان الاجتماعي، بيلاقي التعزي والمواساة. هي المجموعة أما بتكون أهل أو أصدقاء، أو أنه هو يبحث عن تميز، عن تفرد، بده يبني شخصيته الحالية بعيد عن القطيع اللي هو أو المجموعة اللي هو ينتمي لها. وهي بتمثل هروب إيفلين مع فرانك. هي كانت بحاجة لفرانك سواء حقيقي أو وهمي حتى تكون ضمن الخيارين، وبالأخير هي تختار. وهذا الخيار بالنسبة لها صعب كتير. أنا دائما أحيانا بكون مبسوط لما ما بكون في عندي خيار، لما بكون مضطر لخيار واحد. فبالتالي أنا الخيار الثاني ما فكر فيه أبدا. يعني واحدة من القصص اللي عانيت منها شخصيا أنه أنا ما عندي حنين للبلد أبدا، لأنه أنا ما عندي خيار للعودة للبلد نهائي. فلما حابب يسألوني أنه أنت ما بترجع على البلد، ما بتحن للبلد، ما بتحن لأهل البلد، لا أبدا، هذا الخيار ما هو وارد. إيفلين كان عندها خيار تبقى أو تروح، فبالتالي كانت محتارة، فبالتالي كان في عندها هذا الصراع. على عكسي تماما أنا ما عندي هذا الصراع، لأنه الخيار الثاني ما هو موجود. لو الخيار الثاني موجود كان ممكن عانيت أكثر. طب عثمان، يعني اللي تفضلت في آخر إشي صراحة كثير مهم ولفت نظري لسؤال يعني ببين بسيط، بس أنا شايف إنه إجابته أعقد من هيك بكثير. هو شو الوطن؟ الوطن هل هو الناس، ولا هل هو الذكريات، ولا هل هو الأرض، ولا هل هو التاريخ، ولا شو هو الوطن بالضبط؟ إحنا لما نحكي من حب الوطن والحنين للوطن وكل ما قيل عبر التاريخ من تمجيد وتقديس للوطن كحضور وكمفهوم، هو شو الوطن بالضبط؟ هل هو الناس، ولا هو المكان، ولا هو شو، ولا الذكريات، ولا شو بالضبط؟ مثل ما ذكرت ممكن يكون بسيط، ولكن هو معقد. وأنا ممكن سألت من قبل شو هو الوطن، وصراحة ما عرفت جواب شو هو الوطن. أو مفهوم الوطن متغير، ممكن بمرحلة مراحل يكون الوطن هو أنك تحكي نكتة وما تضطر تشرحها. يوم الأيام هيك كان بالنسبة لي، إنه لما بيجي بحاول ترجم نكتة من اللغة العربية للغة البلد اللي أنا عايش فيه، فما أفهم علي فيها، فبحس بالغربة. بينما أنا لما بحكي نكتة لحد ابن بلدي وبيضحك عليها، ماني مضطر ترجمها. فهذا إنك تعيش مع ناس، ما أنت مضطر تفكر مرتين قبل ما تحكي جملة، وناس بيفهموك وتفهموا. هذا يوم الأيام كان هو مفهوم الوطن. لاحقاً تغير مفهوم الوطن، هو مدارس جيدة لأولادي، هو جامعة جيدة لأولادي، هذا هو صار مفهوم الوطن. لاحقاً تغير مفهوم الوطن، هو وثيقة بحسن بتنقل فيها. مفهوم الوطن كتير مختلف، غير من مرحلة لمرحلة، وممكن الشيء اللي بآمن فيه اليوم أكفر به في بكرة. يعني أوكي، أنا
أنا عندي رأي معين في الموضوع بصراحة، بس يعني فرصة نسمع أكتر. ليلى تفضلي. مرحبا، السلام عليكم. وعليكم السلام، أهلا. أنا عندي بس هيك مفهوم من ناحية من رأيي للوطن، هو لا يتمثل في أي مكان أو في أي بقعة جغرافية، وإنما هو موجود في داخل كل إنسان. إذا أنت حصلت وطنك داخلك، فبإمكانك تتأقلم في أي بلد وكيفما كان. هذا هو الوطن الحقيقي اللي كل إنسان بيفتش عليه، حتى لو هو داخل وطنه غير مرتاح أو خارج بلده غير مرتاح، لأنه في شيء داخل مفقود. فالوطن أنك أنت تجده في داخلك، هو النور اللي في داخلك. إذا وجدت هذا النور لا يمكن تشعر بالغربة أبدا في أي مكان. هذا هو مفهومي للوطن، لأنه الإنسان مهما كان مثل ما تفضل الأخ، أوكي، بينظر للأسرة وللأولاد وتربية الأولاد ومشاكلهم كذا، لكن بالنهاية الإنسان هو مخلوق عشان يعيش. هي لمرحلة الأولاد بيكبروا وبعدين بيروحوا، لكن بيستمر الحياة لهذا الإنسان. فالإنسان هو لازم يجد وطنه مهما كان، فلا يربط الوطن بالأولاد أو بالمسؤوليات أو بالبلد. لازم الإنسان يجد وطنه داخله لكي يقدر يستمر في مسيرة الحياة أينما كان. فالوطن لا جغرافيا له. شكرا. ما بعرف سمر، حضرتك رافعة ايدك ولا اللي هي مرفوعة من زمان ولا كيف؟ لا، رافعة ايدي. تفضلي. ما بقدر، يعني بقدر اقول انه هو الانتماء، شعور بالانتماء. يعني انا بحس انه انا لما انا بنتمي لمجموعة من الناس، انه او لمجموعة ضمن بقعة جغرافية معينة، ان نفس العادات او متقارب في العادات وطريقة التفكير، الانتماء. انا بحس يعني انه انا لما بقدر اي انسان اللي حوالي انه بقدر يحدث تاثير، او انا متاثره في بكل ما يحيط بي بهذا الوطن. يعني هلا مثلا، يعني انا كنت عشت فتره بطفولتي يعني بليبيا مثلا، بشعر انه هذاك برضه وطني، بحس فيه وطن. الاردن طبعا كل هون وطني، انا اصلي من فلسطين، طبعا بقى وطن ما عمري شفتها، فما بعرف هو اختار من وطن، فبحس بالانتماء مع هذا اللي اختار، بل هذا اللي شعرت فيه. فهمت عليك برضو. يعني وجهة نظري انا الشخصيه لا، انه الوطن حاله متغير ومتبدل. بالاخر حاله الانتماء، يعني التفخيم الزائد لحاله الانتماء الهضيه، هو محاوله للشعور بهويه انا برايي، او تعزيز هويه يعني. لكن هو بالاخر وطن مطرح ما انت مرتاح يعني. هذا رايي الشخصي يعني. ما بعرفش احنا اشبعنا هاي النقطة نقاشا ولا لا. طيب، في حد عنده اي تعليق على القصة، على ايفلين، اي ملاحظة، اي اضافة؟ سلمى شو رأيك؟ رأيي بالرواية، ما انا ما قرأتها. برأيك to move on هلأ، يعني نحكي عن القصة الثانية؟ move on، it's up to you. يعني أنت شايف إذا أخذت حقها من القصة الثانية. طيب تمام، القصة الثانية هي قصة العرب. الحي العرب باختصار، في ولد حب بنت، فحكوا مع بعض شوي، فهي حكت إنه هي طفلة راحت على الحي، على السوق العربي عفوا، مش الحي العربي، السوق العربي. وهي راحت على السوق العربي، وبعد هيك صار أهلها منعوها تروح عليه، مع أنه هي نفسها تروح عليه. فهو علشان يجعلها سعيدة، راح قرر أنه يروح على السوق العربي ويشتري لها إشي من هناك. وطبعا لما راح السوق العربي ما اشترى إشي، يعني الموضوع مكلف جدا إله أصلا كيف يدخل. وبعدين لم ينظر له بجدية هناك، يعني لأنه مبين عليه شخص فقير وهذا السوق الأغنياء. ما استمتع هناك وحمل حاله وروح. هاي قصة ألخصها بسطر ونص، هي هيك.
بس ما بعرف في حدا عنده أي تعليق عليها، يعني حدا عنده أي تقديم من نوع معين لهذه القصة؟ أسامة تفضل. عثمان تفضل. مرحبا مرة ثانية. بالنسبة لي قصة الحي العربي أو قصة عربي، قصة طفل مراهق أصغر من إيفيلين، أو مرحلة ثانية، قصة حب طفولي أو حب عذري كما إحنا بنسميه العرب، لشخصية، أو قصة حب مستحيل، لأنه هي الشخصية اللي حبها هذا الطفل كانت عم تقول له إن هي حتروح تعمل اعتزال بالدير، هي مستقبلا حتكون راهبة. فهي من الأساس قصة مستحيلة، قصة ما لها أي نتيجة. قصة هالطفل تورجينا إنه قديش كل شيء مسدود بوجه هذا الطفل. حتى يعني من بداية القصة بيحكي عن الشارع تبعه اللي هو بليند بالإنجليزي. بليند بالإنجليزي أعمى، ولكن هو المقصود فيه إنه شارع مسدود، يعني تمشي بالشارع فبتلاقي شارع ما بيؤدي لشيء. بقصة إيفيلين بيحكي كمان على الحي تبعهم إنه بيوتهم هي فقيرة، بس إجا حدا من بلفات صار يبني بيوت جديدة ما بتشبه بيوتهم الأجرية القديمة. فبالنسبة لي قصة الحي العربي هي قصة الطفولة المستحيلة لهذا الطفل اللي بوشه كل شيء مسدود، الشارع تبعه مسدود، الشارع تبعه مظلم، ما فيه بهجة، بيوت ميتة، الكاهن ميت، الكاهن في هيك لمحة صغيرة ولكن ذكية إنه الكاهن لما مات أوصل أمواله للمؤسسات وبأساس بيته اللي غالباً بيكون قديم ومهترئ وعديم القيمة لأخته. المؤسسات هي غالباً تكون مؤسسات كنسية، فحسيت إنه جويس عنده كره للمؤسسات الكنسية وللكاثوليكية بشكل خاص، إنه الطفل المفروض مثلاً يروح هو وهي البنت للسوق مع بعضهم، ولكن بسبب التعاليم الكنسية اللي هي أغرتها للبنت إنه تروح للدير، هو فقد فرصته. طبعاً الطفل كمان كان منتظر يأخذ من عمه وعمته قالوا قالته المصاري مشان يروح على السوق، ولكن هم نسيوه بشكل كامل. لما راح على السوق لقى ناس إنجليز بالسوق عم بيحكوا لكن إنجليزية، فكمان التبعية المادية للإنجليز، في شيء تلميح على الماسونية بما أن السوق عربي، وشيء مرتبط بالأجواء الشرقية الرومانسية الحالمة. لكن القصة على قد ما هي جميلة، على قد ما هي أنا هيك فهمتها، أنه المستقبل المستحيل أو الطريق المسدود مثل الشارع المسدود بالنسبة لطفل لسه ما شاف شيء منها. سمر تفضلي. لا، اللغة اللي كان يستخدمها الكاتب كتير هلا بتوحي بالوضع المأساوي، يعني كان يستخدم بيت مظلم، زجاج بارد، صيحات ضعيفة غير واضحة، ذكر إنه مثلا حدائق مظلمة، شارع هادئ، قطار بطيء، كله يعني هاي الأشياء بتوحي برضه، بتعطي انطباع بحالة الفقر والتخلف بكان بهذيك الفترة الزمنية أو بالحي اللي هم ساكنين فيه. فهاي بيوضحها هو حتى بقصة إيفلين، بتوضح هذه، يعني هو بيستخدم لغة عنها وصفية بتوصف المكان وبتوصف المشاعر وحالة البؤس اللي هم عايشين فيها. يعني واحد هو لما بيقرأ حتى يعني بيستشعر بحالة البؤس والفقر وعدم الرضا عن الواقع بهذه القصتين، مع أن الترجمة شوية يعني زي ما هم حكوا قبل إنه شوية بيضطر الواحد يضله يعيد عشان يقدر يعني يفهم، بس هي لغته يعني بنقدر نقول إنه هي مش هي كئيبة، هو الوضع الواقع كئيب
فهو يعني أبرزه ووضحه باستخدام هاي مثل هاي الألفاظ. في اللي هو ما بعرف كان في متأثرين ذكر الطابع الشرقي، يعني في قصيدة وداع العربي لجواده اللي هو على لسان عمه، ما بعرف ليش يذكرها، ما بتيجي هيك فيه أفكار. في بعدين هو بوضح في دور الدين، يعني هلا في كان بداية البيت اللي هم ساكنين فيه كان لكاهن، وهو بقول عنه محبا للحياة أو محبا للخير. جميع فوصيته جميع نقوده تركها للمؤسسات، وبس ترك أساس بيته لأخته. يعني هون بوضح حتى إنه ما أعطى هاي برضه في، يعني هاي الناحية بتبرز إنه ما أعطى شوي من، إذا طالما عنده أخت يعني إيش ما أعطاها شوية فلوس، يعني بس الأثاث اللي أعطاها إياه. هذا اللي أحكي هلا. أوكي. طيب شكرا سمر. في شغلة ثانية أنا هون بشوفها، موضوع إنه الكاهن مات. الكاهن مات هي رمزية على إنه هذول الفقراء، يعني أو يعني الفقراء اللي بمثلا نوعا ما فكرة الحياة الآخر، مش تحكي الحياة الآخر لكن فكرة إنه بعد الموت هناك حياة أفضل، عزاء مستمر لهم حتى يتعايشوا مع فكرة الفقر المدقع باستمرار، يعني اللي عايشينه والظرف الصعب اللي عايشينه، فحتى هذا الخيار لم يعد موجودا. خيار محمد صوتك عم بقطع، بس إذا بتقدر ترجع تعيد اللي حكيته آخر إشي. محمد صوتك عم بقطع. صيغة المشتقين يجي لحالة أوكي مبسوط خروج المجتمع هيك كيف هلا هيك كيف لسه عم بيقطع شوي. طيب هي فكرة المجتمع حالة تقليدية، طب تمام أوكي، فكرة الخروج من هاي الحالة الأخرى، يعني حاجة إلى الحالة، فكرة أنت بقدر ما تعمل ما تعيش، بقدر ما تكسب، بقدر ما تقول تعيش، فهو عليه أن يكسب. بيروحوا على البيت كانوا بس فقط بيروحوا على الماضي، يعني بيروحوا على المكان اللي كانوا يرتاحوا فيه، المكان مع مكان ذا أهمية، حتى بيحكوا لك كاهن مات بس ما أجا كاهن بدله، يعني هو في الآخر خاص الصيغة أو هاي العنوان هذا اليوم لم يعد موجودا. نقطة ثانية إنه هو لما هو حاول اللي هي أختي تبع جان مانجان اسمه في القصة، فهو ما يعني هو مش غيرها، فهو حبها وروح بدي عارف يحكي معها كلمتين، وبعدين لما حكى معها كلمتين نفس بنفس الطريقة خلي السلوك العربي اللي هو كان يسمع عنه قطيع، يعني السلوك العربي واضح إنه في فهو محمد إذا بتقدر تتحرك من محلك لأنه عم بيقطع. تقدر تتحرك بس من محلك الصوت مش واضح. يمكن يقدم شيء ما اضطرب مش واضح. واكتشف الموضوع فيه هل انه مجرد الاعجاب بالفتاه هي لا يكفي، يعني هو في الاخر ان يكون الرجل في عينه هذا الموضوع مكلف، هذا الموضوع يعني يحتاج الى ان يبذل اكثر من طاقته. طب سمع صوتي محفوظ بحد ما يصير صوتي واضح. صوتك عم بيقطع. هلو. فاذا بتحرك يعني بتغير مكانك لانه كثير عم بيقطع. سامعنا ولا سامعكم بس صوت كثير واطي. الصوت بروح وبيجي هيك. صوتك تمام هلا صوتك تمام فضلي. لا بس انا حبيت اعطي ملاحظه انه الصوت عم بروح وبيجي. اوكي فهي هيك تمام. طيب هلا ولا كيف هو
لازم تتحرك من محلك لأنه هيك هلا احسن. طب تمام، فانا هاي وجهه نظري في موضوع الكاهن، في جزئيه الكاهن فقط. يعني حدا عنده اي مداخله او تعليق؟ محمد هلا انا سكتت بحكي، حدا عنده اي مداخله او تعليق؟ انا خلص. في عنا عثمان، في عنا عثمان. عثمان تفضل. مرحبا مره ثانيه. هلا احنا ما بعرف بالنسبه لي انا معظم كلامك اخ محمد ما سمعنا لانه الصوت كان عم يقطع. انا بحكي وجهه نظري وممكن اذا انت ممكن تلخص لنا وجهه نظرك يعني بسرعه فبنكون ممنونين. وجهه نظري انه الكاهن مات، الكنيسة الكاثوليكية ماتت، الكنيسة الكاثوليكية كانت سبب بمشاكل كثير كبيرة لإيرلندا، كانت كيس تعطي تعزية للفقراء، أملهم بحياة ثانية، بحياة أخرى، بحياة أفضل بالتانية بالجنة، ولكن كانت سبب لمشاكل كثير كبيرة. وأنا لقيت أكثر من إشارة بهي قصة وبقصص ثانية، دائما بيكون الكاهن اما عم يموت او ميت او بيكون سبب سبب مشكله او سبب تردي الوضع الحالي فيه. هي وجهه نظري حول موضوع الكاهن. طيب صوتي مسموع اول شيء ولا لا؟ هلا صار واضح. تمام. هلا في شغله ثانيه هون بسالها، وغير انه الامان او يعني الامان اللي بالشكل الافيوني اللي كان يوفره مثلا البنيه الثقافيه السابقه مثلا مثل الكاهن، هل اختفائه جعله يبحث عن حاله مختلفه من الامان في الحب برايكم؟ يعني هو جزء من يعني واحدة من الشغلات دائما بتنحكى بقصة الحب، أي قصة حب مثلا ليش بتحب الشخص الآخر؟ بحس معه بالأمان يعني، فبالتالي هاي دائما الجملة بتنحكى بشكل دارج، فبالتالي هل تعتقدوا إنه مثلا كان في حال بحث عن أمان من نوع جديد عن طريق البحث عن الحب، خصوصا هو يعني ما مش إنه والله يعني كان عنده معاييره الخاصة، هو حب أول واحدة شافها يعني، هو مش اختار يعني، هو حب أول فتاة شافها على الأقل من وجهة نظري يعني، فما بعرف شو رأيكم؟ لا من فضلكم. سمر تفضلي. هلا في انا قرات هيك تعليق، هو يعني حب هي بوضح انه هو انتقل من مرحله الطفوله لمرحله المراهقه، يعني هو لانه كانوا يلعبوا بالشارع وايش لما صار يحب يفكر فيها ويجيب لها الهديه حتى بطل يطلع على صار يطلع على الاطفال هم بيلعبوا من بعيد، يعني هي انه مرحله كانه هيك مرحله انتقال، فهو يعني انه هو بس شعور بالحب بده يشعر، يعني ممكن اي يعني لو كانت في وحده ثانيه. هلا هو حتى الكاتب ما وضح صفاته ولا حتى فرجانا ان هي مهتمه فيه، هو يعني لو كانت في وحده ثانيه ممكن يكون يحبها، بس هي مرحله انتقال من الطفوله لمرحله المراهقه، يعني بدا يكبر هيك يعني رمزية انتقال من الطفولة للمراهقة، رمزية انتقال من البراءة لحالة أخرى أقل براءة، صح؟ يعني إنه بدأ يعني يوعى وبده يصير ينضج وهيك، فهي هاي الشعور بالحب، يعني هي هاي من هاي السمات اللي تتميز مرحلة المراهقة، يعني هو الشعور نفسه بالحب، يعني هو اللي بده يشعر بالشعور الحب بغض النظر هو المحبوب الشخص المحبوب، لأنه ما فرجانا الكاتب إنه في عندها تجاوب او حتى في حكي او في حوار يعني حوار كبير. ابو سمر تعزيز اللي انت حكيتيه كمان، يعني هي واحدة من النقاط اللي حكى عنها هو رمزيه انه لما راح على البازار على السوق العربي هو تسلل، هو ما دخل يعني، هو دفع رشوه لحدا عشان يدخل، يعني مفاهيم براءه الطفوله وصدق الطفوله اختفت خلاص، او مش اختفت عمالها بتغادره شوي شيئا فشيئا خلص، لانه صار يفكر بطريقه كيف بده يلف ويدور
علشان يوصل اللي بده اياه يعني. اه هي مش هاي هاي جزئيه برضه برايي حاضره يعني، هي جزئيه الحاجه الى الكذب يعني. طيب سؤال، اللي بتدفع وهيك هي ضيق الحال او هيك يعني ما هو ماشي اوكي، والدافع والدافع للجريمه دائما في عندك دافع نبيل للجريمه، بس هو دافع يعني في دافع موجود، هو في دافع له علاقه بالظلم الاجتماعي، لكن هذا الظلم الاجتماعي لما بلش يتحمل مسؤوليه هذا الطفل، حكينا عن المسؤوليه مثلا قصه ايفلين المسؤوليه كبلتها، هلا هون في حاله هذا الطفل اللي ما له اسم يعني حتى هذا الطفل هي كب، هو يعني لانه بلش يتحمل المسؤوليه فصار لازم يعني يتعامل مع المجتمع بلغه المجتمع، صار يتعامل مع المجتمع بابجديات هذا المجتمع، واحدى ابجديات هذا المجتمع هي الكذب يعني، واحدى ابجديات هذا المجتمع هي النفاق، هي احدى ابجديات هذا المجتمع هي الرشوه، هي الجريمه، هي سلوك الطرق غير الصحيحه، يعني كل هاي الامور كانت منتشره في مجتمع فقير وفاسد و يعني مليء بالأزمات والمشاكل، زي مجتمع ريتشموند، زي مجتمع برلين، عفوا مش برلين، دبلن في ذلك الوقت. فما بعرف شو رأيكم. عثمان تفضل. مرحبا مرحبا. هلا أنا اللي لفت انتباهي بالإضافة للشيء اللي ذكرته حضرتك أنه هو عايش مجتمع قائم على الرشوة، مجتمع فاسد، مجتمع العام تبعه كان رايح بليلة السبت ونسي الموضوع كليته. لفت انتباهي القصة مكتوبة بشخص بالغ مش بلسان طفل، يعني مش هاد وصف مش بلسان طفل، فهو هالشخص البالغ عم يتذكر قصة حبه الأولى واللي هي قصة يعني مخيبة للآمال بشكل كبير كبير. كل إنسان بيتمنى إنه يكون قصة حبه الأولى قصة فيها تفاصيل، فيها نجاح، فيها مغامرة، فيها شغف، فيها أنه دماء تجري بعروقه وتنبض فيها جنون. لكن هاي القصة هو بحاول يتذكر شو حكت معه أو شو حكى معاها، شو قالها، ما في شيء يعني. كانت قصة كثير مخيبة للآمال. وأنا برأيي إن يمكن هاي نقطة مهمة حب الكاتب يوصلها، إنه بهذا البلد كل شيء مخيب للآمال، حتى قصص الحب المفروض تكون عفية ومفروض تكون مليانة مغامرة، فأجت مخيبة جدا جدا للآمال. بتوقع هذا الطفل لو كبر شوي ما رح يتردد أبدا يعني مثل ما تردد بيلين، وكان رح يهاجر، كان رح يسافر. هاي فكرتي. بس بعد إذنكم، مين قرأ هنا رواية ماركيز ذاكرة غنيات الحزينات؟ أنا ما قرأت. هلا الرواية كثير حلوة وقصيرة على فكرة، مش طويلة، أقل من 100 صفحة، لكن واحدة من المشاهد اللافتة فيها إنه هذا الشخص البطل الرواية حدا مستهتر معشاق يعني، دخل في مليون قصة حب في حياته ومليون مغامرة حميمة، فواحدة منهم كانت مع الخادم اللي في بيته، وكبر هو يظل هاي الخادم موجودة يعني. فبعد ما كبر بسنين يعني بعشرات السنوات يعني اكتشف يعني انه هو الشخص الوحيد اللي لمس هاي الخادمة يعني، وحكت له انا ما خليت حدا ثاني يلمسني غيره خلص. فهي كانت فكرة الخيبة، انا بس بعلق على هون على جزئية الخيبة، انه هو فعليا هاي الفتاة الفقيرة الخادمة في هاي الرواية مرة واحدة شعرت باهتمام من شخص او بانجذاب لشخص معين، و بقيت أسيرة هذا الانجذاب طول عمرها. ونفس الشيء هون هذا الشاب يعني لما يكون دخل أول قصة حب بحياته كانت مخيبة للأمال، غالبا هاي راح تظل يعني زي ندبة في حياته العاطفية للأبد لآخر عمره، إن هو في يوم من الأيام لم يكن بمستوى طموحات الشريك، حتى لو كان الموضوع بسيط بهذا الشكل يعني. تأسيس دائما لحالة الشخصية المشوهة حتى من الناحية العاطفية يعني، في الآخر هذا الطفل المشوه يعني رح يتعب في حياته، رح يظل في حياته باستمرار مهما اختلفت حياته لاحقا، رح يظل دائما جزئية الخيبة، جزئية كسرة الخاطر يعني نحكيها بالعام يعني، موجودة في يعني وكأنها جرح في شخصيته، جرح في ثقافته، جرح في عقله يعني، موجود جرح في روحه، صح التعبير يعني.
فسمر تفضل يرفع ايدك. سمر سمر لا كأنه انا ما نزلت، لا ما رفعت، نسيت انزل ايدي. اوكي اوكي ما حدا ثاني حاب يرفع ايده؟ طيب برايكم رمزية رجعت رفعتها مرة ثانية صح سمر ولا لا؟ لا لا كمل محمد سوري كمل. تمام طب برايكم جزئية قصيدة الاعرابي الذي ودع جواده شو معناها؟ هل لها معنى ولا هي بس اضافة درامية للقصة؟ هلا انا من وجهة نظري انه هي لا في لها تفضل أكيد إلها معنى. بقول هي أكيد إلها معنى. شو معنى برأيك؟ ما بقول أنا حتى الولد أو لما عارفها الأبيات إنه كأنه هو معتاد على قراءتها. فما بقى يعني هلا أصلاً الجواد بالنسبة للعربي يعني إنه هو معروف إنه هو اللي يعني هو وسيلة النقل وسيلة القتال يعني لما بدي ودع جوابي يعني بطل صار أعزل يعني بمواجهة الحياة يعني ما أنا بتفق معك يعني هي حالة الفروسية ويعني التقييم الإيجابي النظرة الإيجابية التوظيف الإيجابي لصورة الفروسية اختفى خلاص يعني. إن لم تعد الفروسية لم تعد المروءة لم تعد الشهامة كل الصفات الدارجة على يعني الدارج ارتباطها بشخصية الفارس راحت يعني اليوم صار يعني لم يعد يعني هو غادر جواد اليوم أصبح بلا يعني مش بلا أخلاق بلا ناظم لمنظومته الأخلاقية وهون ترجع برضه نربطها بموت الكاهن يعني يعني الكاهن هو رمز المنظومة الأخلاقية الموجودة اللي كانت كافية على الأقل لتهذيب حالة الظلم إن لم يكن القضاء عليها يعني على الأقل يعني يعني كبح جماح حالة الظلم الاجتماعي اللي كانت موجودة عن طريق وجود المؤسسة التي يعني تدفع نوعا ما باتجاه إنه تعزيز قيم الإحسان وقيم الاهتمام وقيم التعاضد الاجتماعي. يوم مات الكاهن راحت هاي القيم، ونفس الشيء ودع جواد هذا الفارس فراحت قيم الفروسية، قيم الدفاع عن المظلومين، قيم الدفاع عن القضايا السامية والنبيلة. أنا هيك شفتها، ما بعرف إذا في حد شافها بهالشكل أو لا. نعم هي هيك. أوكي طيب سؤال بدي أسألكم برضه يعني إنه هلا من جانب آخر ممكن هاي برضه توحي إن هم عندهم يعني اطلاع على الثقافة العربية والثقافة الشرقية. لانه حتى بالاخر انه في جرار بتكون بالروايه لما بيروح على السوق حتى البازار ما هو بازار عرب يعني كانه كان بهذيك الفتره ب 1914 وقت نشر الروايه كانوا متعلقين بالثقافه العربيه والشرقيه وشايفينها يعني هي ثقافه انه هي بتوحي يعني هي الارتباط بالدين والارتباط هاي بالفروسيه فهم يعني كان في بهذيك الفترة هيك اطلاع على الثقافة العربية يعني هذا هيك بتبين هيك القصة مش هيك؟ يعني أنا برضو بتفق معك في هاي الشغلة موضوع الاطلاع بس هو متوقعش إنه كتبها جيمس جويس عشان يعني موضوع إنه يعني يثقف الناس فيها ممكن تكون أوكي هي التعبير عن إنه قيم في الشرق قيم تقدير الجمال كانت أكبر من الغرب وهي صحيحة أنا برأيي هي حقيقة يعني تقدير الجمال قيم العاطفية قيم الروحانية قيم الإنسانية في الشرق أكثر من الغرب الغرب أكثر مادية أكثر جمودا أكثر علمية بالمعنى العملي والمعنى الجامد نفس الوقت فبالتالي أوكي التقدير يعني
الهدية أجمل عندما تكون يعني شغلة ذات طابع شرقي. الهدية الغربية ما راح تكون بنفس جمال الهدية الشرقية. الهدية الغربية قد تقيم بقيمتها المادية، أما الهدية الشرقية بقيمتها المعنوية. وطفل زي هيك يعني راح يفكر بشيء جميل، راح يفكر بشيء غالي. لكن استيراد هاي القيم الجميلة في هذا السوق المادي راح يخلي راح يخلي هذا الجمال سعره مضاعف، ومن هون بتيجي قيمة إنه السوق العربية كان سوق مضاعف، يعني سوق مضاعف من حيث السعر، يعني دائما غالي، حتى في دخوليه للسوق، حتى في اختلاف للسوق. بالإضافة لنقطة مهمة، إنه في 1914 كان العقل الإنجليزي عموما يعني دائما بيفكر بموضوع إنه يأخذ كل شيء جميل من الهند، يعني كانت السيطرة على الهند وكل شيء جاي من الهند ومن طريق الهند ومنها العالم العربي يعني. فكل شيء ذو طابع روحاني، كل شيء ذو طابع تراثي، كل شيء ذو طابع وجداني إلى حد ما كان يجي من الشرق ويتم نهبه في الغرب ويتم شراؤه في الغرب ويتم تسويقه في الغرب. هذا وجهة نظري. شو رأيكم يا جماعة؟ صبحت لي أخي محمد. أنا من شوي قرأت القصيدة تبعت وداع العربي لجوادي، وهي لشاعرة إنجليزية عاشت قبل جويس بفترة، عاشت القرن 19. هلا القصيدة فيها ملامح كتير حلوة، فيها يعني أفكار كتير حلوة. مثلا هون بتقول أنه شمس الصباح ستشرق الآن ولكن ليس معك. فكرة أنه العربي يضطر يبيع جواده لأنه بده فلوس، بده مصاري. قصيدة وداع حزينة جدا، أنه أنت رح تروح، شمس الصباح ستشرق الآن ولكن ليس معك، المساء سيظلم على الأرض وعلى السهول الرملية، وسأركب جوادا آخر بخطوات أبطأ سيحملوني لبيت ثانية. ولكن بالأخير في آخر الرواية فأنه بينتفض هذا العربي، بيقول من قال أني تخليت عنك، من قال إنه أنه قد تم بيعك، خطأ خطأ يا جوادي عربي الأصيل، سأرمي لهم الذهب وسأمتطي ظهرك محلقا وسأطوي البراري البعيدة، من يهزمون الآن، من يقهرون الآن. فهي هي نهاية القصيدة. فأنا ما بعرف شو الرابط بالضبط، أنه شو الفكرة اللي كان عمه حاب يقول له إياها للطفل لما سأله أنه هل تذكر أو هل قرأت قصيدة العربي يودع جواده. لكن القصيدة جميلة جدا. يمكن بطريقة معينة عثمان عم بحكي له أنه بكرة راح يكون أحلى، يعني عارف كيف، أنه مهما كان وضع اليوم صعب بس بكرة راح يكون أحلى يعني، أو يعني يحاول يزرع الأمل في هذا الطفل. صح، بس فكرة إضافية. هلا صح الغرب مثلا بداية القرن العشرين كان متقدم وثورة علمية وحضارة وكذا، ولكن هذا الشيء لا ينطبق على إيرلندا. إيرلندا كان وضعها سيء، إيرلندا عانت من التخلف، عانت من الفقر، عانت من اضطهاد الإنجليز نفسهم. كان عاش 20 سنة على البطاطا في بريطانيا، ما بينطبق على الوضع بإيرلندا. قصة تانية هي يمكن بعد هالقصص اسمها بعد السباق، تحكي على 4 أشخاص، واحد منهم إيرلندي. فكيف شعور العرب؟ لا، الشعور التبعية موجود في السباق، شان واضح يعني. فكرة الشعور التبعية، شعور المؤلم جدا، شعور إنه هم زي الحالة البريطانية صحيحة، هي كان 100% يعني. وهو أصلا يعني جيمس جويس كان يعني وصف في لحظة معينة إنه كان وطني إيرلندي، يعني مش إنه كان، وحتى يعني كان يعني انحكى في لحظة معينة، وكان حتى عنده ميول اشتراكية ضد المنظومة الغربية يعني. هو الكاتب بطبيعته هيك، وهذا كان ثيم موجود في الكثير من الكتاب في ذلك الوقت يعني. الكثير من كتاب الأدباء في ذلك الوقت فكرة إنه هاي الثيم ال تفضل عثمان، سوري قاطعتك. عثمان ما سلمى عثمان معنا؟ ماني ميوت. عثمان ميوت. عثمان شيل الميوت. اوكي،
طيب بغض النظر، فبالتالي فكره انه ايرلندا نوعا ما كان وضعها مختلف ماشي، بس هي كان نوعا ما بتدفع ضريبه التقدم الصناعي والموجود كان في الغرب على حساب القيم الروحانيه والوجدانيه. يعني هي ماخذه من الظرف أسوأ ما فيه يعني، ولا مش ماخذه احسن ما فيه يعني. طيب يا جماعة، حدا حاب يضيف لنا شيء؟ عثمان؟ يمكن عنده ضجة ما بيقدر يحكي محمد. يمكن طيب سلمى، بقترح نختم هلا، شو رايك؟ زي ما بدك. اوكي، بس قبل ما نختم بدي انصح الجميع بالقراءه لجيمس جويس، يعني بدي انصح فعلا، لانه وتحديدا هاي مجموعه سكان دبلن، يعني قصص قصيره جميله جدا كلياتها حزينه يعني بشكل ما، لكن مكتوبه بطريقه متعوب عليها بشكل رائع يعني. واللي فعليا ممكن يخصص لوقته يعني انه يقرا عمل ضخم او مختلف، يوليسيس لجيمس جويس اللي صنفت اعظم روايه في القرن العشرين، يعني قراءتها انا برايي الشخصي زي كانك تعمل ماجستير، قراءتها بس كانك تعمل ماجستير. يلا يا جماعه، سعداء جدا كنا فيكم وباللي تفضلتوا فيه. سمر تفضلي. لا شكرا، بس ايش اسم الروايه اللي قلت عنها؟ يوليسيس. طيب، وبدي انصحك دوري على ترجمتها باسم يوليسيس، لانه في مترجم الله يسامحه مترجمها عوليس، يعني اللي مترجمها عوليس يعني ما يعني من اسم الترجمه صراحه مش مشجع يعني، بس لا في ناس ترجموها يوليسيس يعني. اوكي تمام، ويعني اللي بيقرا بالانجليزي احسن يقراها بالانجليزي برضو مش بالعربي يعني، عشان يتجنب يعني مشاكل الترجمه. طيب يا جماعه، اول شيء حاب احكي لكم هابي بلومز داي، باعتبار يعني الموضوع كان له علاقه ببلومز داي في ايرلندا اللي هو 4/6، وبنشوفكم ان شاء الله الاسبوع القادم مع حي بن يقظان، صح سلمى؟ الاسبوع الجاي نعم، حي بن يقظان. المؤثره راح تكون ايمان الخطيب ان شاء الله. طيب يا جماعة، يعطيكم ألف عافية وشكرا لحضوركم ولإضافتكم. شكرا لكم، يعطيكم العافية. يعطيك العافية محمد، يعطيكم العافية جميعا. مع السلامة يا جماعة.